برحب بحضرتك وسعيدة طبعا ان انا كل فترة بتواصل مع احبائي موقع تحيا مصر. بالنسبة ل7 سنين انا كنت شايفاهم ان كانت اول فترة منهم اللي هي كانت 3 4 سنين العجاف، والحمد لله احنا دلوقتي في سنين الحصاد. طبعا محدش ينكر ان الدولة في الفترة الاولانية اللي تولى قيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت شبه دولة، كانت مهلهلة، كان عندنا اجندات تخريبيه من كل تقريبا من اغلب اللي حوالينا، كان عندنا تحديات كبيره جدا في كل المجالات، والحمد لله وقفنا على رجلينا. محدش يصدق ان مصر دي اللي كانت بعد سنه عصيبه تبقى واقفه على رجليها، انجازات، مدن جديده، مبادرة حياة كريمة اللي هي أنا شايفة إنها تعتبر مبادرة القرن، إن أنا أوفر حياة لأهالينا في الصعيد وأهالينا في القرى، فده أكبر إنجاز. المبادرات الصحية اللي بتتناول صحة المصريين، سواء كانت مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة القضاء على فيروس سي، إحنا بعض الدول الأجنبية دلوقتي أبنائها ورعاياها جم اتعالجوا في مصر، إحنا عندنا حاجات كتير جدا ممكن نفتخر بيها في الفترة القادمة. بالنسبة لمتحف الحضارات حاجة مشرفة جدا، العرض بتاعه ملوك مصر العظام انهم يقوموا ونشوف الجمال ده، لا احنا فيها حاجة حلوة قوي واللي جاي احلى، وانا شايفة ان فعلا في فترة عصيبة وفي فترة مريرة وقد تكون اقتصاديا اثرت علينا كلنا، على اغلب الشعب المصري 99% من المصريين، ولكن كله لمس ان الفترة دي اعقبها فترة انفراجة، وان كانت على المواطن المصري البسيط ومحدود الدخل.